أعزائي التلاميذ متتبعي قناتي التربوية مختبر العلوم، أهلا بكم في هذه الحصة التي سنتطرق فيها إلى فقرة تكون الجرانيت، مقطع تكون صخور صهارية، ملف نظرية تكتونية الصفائح، وحدات الظواهر الجيولوجية الباطنية، برنامج السنة الثانية ثانوي إعدادي مسلك عادي. أعزائي التلاميذ، إن هذه الألواح الصخرية التي تلاحظونها في هذه الصور والتي بواسطتها تغطى المصاعد والجدران وطاولات المطابخ هي قطع من صخرة الجرانيت، بحيث تكسر مكعبات كبيرة من الجرانيت في الجبال الجرانيتية، ثم في ورشات صناعية تقطع هذه الكتل إلى لوحات سمكها بعض السنتيمترات بواسطة مناشير خاصة، ثم تصقل وتلمع وتباع بحوالي 700 درهم للمتر المربع. أعزائي التلاميذ، إن الجرانيت صخرة صهارية ناتجة عن برود وتصلب الصهارة. في هذه الحصة سنكتشف كيف يتكون الجرانيت من خلال إنجاز الأنشطة التالية. في هذا النشاط الأول سنكتشف كيف يستسطح الجرانيت، أي كيف يظهر في الطبيعة. عندما نلاحظ منظرا جرانيتيا نكتشف أن الجرانيت لا يستسطح على شكل طبقات مثل الصخور الرسوبية، ولا يستسطح على شكل تدفقات مثل البازلت، ولكن يستسطح على شكل كتل واضحة الحدود تحمل شقوقا ومجزأة إلى عدة جلاميد. وعندما نلاحظ خريطة أو مقطع جيولوجي في منطقة جرانيتية نكتشف أن الكتلة الجرانيتية هنا باللون الأحمر فعلا واضحة الحدود، منغرزة في باطن الأرض، قطرها بعض الكيلومترات، تخترق الصخور المجاورة لها أو الصخور الضامة لها. لهذا هذه الكتل الجرانيتية تسمى كتل اندساسية أو كتل بلوتونية، وهي محاطة بحزام من صخور متحولة يسمى هالة تحول التماس. يجب الإشارة أن التحول هو تغير في بنية الصخور في باطن الأرض بفعل ارتفاع الضغط والحرارة. والآن لنلاحظ هذا المقطع الجيولوجي الثاني في منطقة جرانيتية أخرى، الكتل الجرانيتية ممثلة باللون الأحمر كذلك. يتبين أن بعض الكتل الجرانيتية مثل الكتلة الموجودة على اليمين في المقطع قطرها مئات الكيلومترات، وهي محاطة بحزام واسع من صخور متحولة تحولها من نوع التحول الجهوي. هذا النوع من الكتل الجرانيتية تسمى كتل اندساسية. إذن كخلاصة، بعض الكتل الجرانيتية تستسطح على شكل كتل تسمى كتل اندساسية، وبعضها تستسطح على شكل كتل أخرى تسمى كتل أناتكتية. والآن في هذا النشاط سنكتشف البنية المعدنية والعدانية للجرانيت. عندما نلاحظ عينة من الجرانيت بواسطة العين المجردة أو بواسطة المكبر، نكتشف أن الجرانيت صخرة فاتحة اللون تحتوي على معادن أو بلورات كبيرة الحجم على شكل حبيبات متقاربة من معادن الكوارتز شفافة، ومعادن الفلسفات بيضاء، ومعادن الميكا السوداء. وعندما نلاحظ صفيحة دقيقة من الجرانيت بواسطة المجهر المستقطب، نكتشف أن الجرانيت يحتوي على بلورات كبيرة متقاربة لا توجد بينها عجينة زجاجية غير متبلورة ولا ميكروليتات بلورات صغيرة.
بما أن الجرانيت يحتوي على بلورات كبيرة متلاحمة، فإن بنية الجرانيت بنية محببة أو بنية كاملة التبلور. والآن في هذا النشاط سنكتشف مصدر السهارة الجرانيتية، أي السهارة التي كونت الجرانيت. أعزائي التلاميذ، بما أن الجرانيت يحتوي على معادن الكوارتز والفيلدسبات وهي معادن غنية بالسيليكا، فإن السهارة الجرانيتية سهارة غنية بالسيليكا كذلك عكس السهارة البازلتية. فما هو مصدر السهارة الجرانيتية إذن؟ للإجابة عن هذا التساؤل قام باحثون بالتجربة التالية، إذ تم تعريض صخور طينية لحرارة تقدر بحوالي 800 درجة سلسيوس ولضغط يناهز 1000 بار في المختبر، فلاحظوا انصهار هذه الصخور وحصلوا على سائل يشبه السهارة الجرانيتية. إذن مصدر السهارة الجرانيتية هو انصهار الصخور في باطن الأرض بفعل ارتفاع الضغط والحرارة، وهذا الانصهار أو هذه الظاهرة تسمى الأناتكتية. يؤكد هذا المبيان أنه في عمق 6 كيلومتر تصل الحرارة إلى حوالي 800 درجة سلسيوس والضغط إلى 1000 بار، مما يؤدي إلى انصهار الصخور وتكون السهارة الجرانيتية في باطن الأرض. والآن في هذا النشاط سنكتشف كيف تتموضع الكتل الجرانيتية عبر ملاحظة هذه المحاكاة. في المرحلة الأولى تتكون سهارة جرانيتية في باطن الأرض بواسطة انصهار الصخور بفعل الضغط والحرارة، ثم تصعد كتل من السهارة نظرا لخفتها وتخترق الصخور المجاورة لها وتأخذ مكانها، ثم تتكون هالة تحول تماس بفعل حرارة السهارة التي تحول الصخور المجاورة لها، ثم تبرد السهارة برودا بطيئا وتتكون الكتلة الجرانيتية التي بنيتها كاملة التبلور أو بنية محببة، ثم تستسطح الكتلة الجرانيتية بواسطة عوامل الحاد. أعزائي التلاميذ، لقد وصلنا إلى نهاية هذه الحصة. أدعوكم للمشاركة في قناتي مختبر العلوم، كما أنتظر تعليقاتكم وآرائكم لتحسين هذه الإنتاجات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.